الجبور وسام الرأي يطمئنان محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب بشراكة واسعة في ملفات الخدمات والإعمار وعودة النازحين. البيت السياسي الشيعي يعجل مشاورات تشكيل حكومة التوافق السياسي بعد العيد، والصدر يرمي كرة رئاسة الجمهورية خارج ملعب برهم صالح. ارتفاع جديد بإصابات كورونا، والكاظمية تحيي زيارة الجواد الخميس، وتطمينات بالسيطرة على أزمة الوقود خلال أيام بعد غلق منافذ التهريب. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق، والكشف عن مشروع تركي إيراني لتحويل حصص العراق المائية إلى فواكه وخضروات. من عناوين نشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تكريت، حيث استقبل محافظ صلاح الدين إسماعيل خضر الهلوب النائبين الدكتور أحمد عبد الله عبد أمين عام حزب الجماهير الوطنية ومثنى عبد الصمد السامي الرأي رئيس تحالف عزم لمناقشة عدد من القضايا السياسية والخدمية. وأكد الحضور على أهمية التعاون المشترك بين حكومة المحافظة وممثليها بمجلس النواب من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة في كافة المجالات. وعقد على هامش الزيارة مؤتمر صحفي في مبنى ديوان المحافظة للتأكيد على الخطوات الإيجابية للمرحلة القادمة وسبل دعم الحكومة المحلية في تقديم الخدمات وتفعيل الإعمار وإنهاء ملف النازحين والنهوض بالواقع الزراعي والموارد المائية وسبل معالجة التصحر بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية. وأشار دكتور أحمد عبد الله إلى أن عودة قريبة ستكون لأهالي منطقة العوجة تسبقها إعادة تأمين الخدمات الأساسية لأبنائها. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. بالنسبة اليوم حبينا نكون في محافظة صلاح الدين مع الأستاذ الفاضل أستاذ أحمد أبو مازن والسيد المحافظ، وننقل واقع حال السياسي اللي موجود من الحراك السياسي اللي موجود في بغداد. نحن كممثلين عدنا محافظة صلاح الدين وفي القوى السياسية اللي موجودة في بغداد في تحالفنا نسعى جاهدين أن نكون هناك إنجاح للعمل السياسي ونتائج الانتخابات وإسراع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأن يكون حكومة مختلفة عن الحكومات السابقة إن شاء الله. انطلاقا على الوضع في صلاح الدين، نحن اليوم في مرحلة مهمة تاريخية جديدة في محافظة صلاح الدين، ويجب أن تنعكس هذه الوعود على تطبيق الخطوات الفعلية لوضع جديد مختلف لأبناء محافظة صلاح الدين جميعا. أنا والأخ الأستاذ الفاضل أبو مازن أستاذ أحمد نحن شركاء ونتعاهد على بناء محافظة صلاح الدين بقيادة السيد المحافظ والأخوة وزملائنا السادة النواب الآخرين بمرحلة جديدة مختلفة بعيدا عن الصراعات السياسية والتناحر القبلي أو المناطقي. علينا أن نعترف أن هناك أخطاء سابقة ارتكبت من الجميع نتائجها انعكس على أبناء محافظة صلاح الدين، واستحوذ الآخرين من المحافظات الأخرى على القرار في محافظتنا. اليوم مرحلة جديدة مختلفة في محافظة صلاح الدين، سوف نسعى جاهدين لدعم الحكومة المحلية بكل ما عندنا من قدرة سياسية فاعلة لتحقيق واقع جديد مختلف لأبناء محافظة صلاح الدين، ونحن كلنا ثقة بالسيد المحافظ إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم والجميع الحاضرين. إذا يتفضل أستاذ. شكرا أستاذ أبو عبد، شكرا الأخ المحافظ. طبعا محافظة صلاح الدين مرت بأزمات كثيرة، وإجا اليوم اللي انتهت هذه الأزمات، وإن شاء الله راح يكون عهد جديد بداية في الخدمات لكل أهلنا. خلا أقول بمسافة واحدة راح ينظر لجميع الأخ المحافظ، تحالفات نظامنا برلماني اليوم أكو تحالف إلى السنة، تقدم والعزم برئاسة الأخ العزيز أبو عبد مثنى السامرائي. أكيد هاي تحالفات بها إيجابية كبيرة، يعني إحنا ما راح ننشغل بمعارك جانبية لمصالح ضيقة قدر ما راح إن شاء الله خلق أقول ننسق مع بعضنا كتحالفين لخدمة أهلنا. راح نبدأ بالخدمات. اليوم حثينا الأخ المحافظ أن يعدون موازنة
للأمن الغذائي اللي راح يجي صلاح الدين أعتقد أكثر من 600 مليار مع الواحد على 12 هو مستمر بها، إضافة للفقر والاستقرار. فحتى نروح نصادق هذه الموازنة وبالتالي يكون أكو مباشرة بتنفيذ المشاريع لعموم وحداتنا الإدارية. الأخوة النواب الآن غير النواب السابقين، كان أكو مشاكل لعرقلت أداء المحافظين أو النواب المحافظة وكذلك الدوائر. في هذه الدورة الوضع مختلف، راح يشوف جمهورنا وشعبنا في صلاح الدين خدمة كبيرة. تعاهدنا جميعا كنواب وكذلك كتحالفات أنه ما يكون أكو مشكلة، بالأخير راح يكون الضرر هو على المواطن. هذه جاوزناها إن شاء الله. تشكيل الحكومة راح يكون إن شاء الله بعد العيد. يوم أمس كان عندنا اجتماع الإطار واتفقوا على تشكيل لجان، وبدأت الكتل بتشكيل لجان للتفاوض بين الكتل السياسية، اتفاق على رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء. إن شاء الله قادم أفضل. شكرا سيادة المحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا اليوم بزيارة كل من النائبين الدكتور أحمد عبد الله الجبوري أبو مازن والأستاذ مثنى السامرائي أبو العبد، وهم القياديين من أبناء محافظة صلاح الدين. هذه زيارة اليوم جاءت لدعم المحافظة ودعم فريق المحافظة في إدارة المحافظة بشكل جديد بعيد عن كل، مثل ما ذكروا هم الإخوان، بعيد عن كل الصراعات وبعيد عن كل الأمور الجانبية. اليوم جهد المحافظة سوف ينصب على تقديم الخدمات وإعمار المحافظة وحل وإيجاد حلول لكل الملفات العالقة والمشاكل الموجودة في المحافظة المتراكمة خلال السنوات الماضية. إن شاء الله الخدمات وملف الإعمار وإنهاء ملف النازحين وموضوع التعويضات وكل المواضيع اللي تهم المواطن في محافظة صلاح الدين، وأيضا لا ننسى الملف الزراعي والأمن الغذائي للمحافظة وموضوع الموارد المائية والتصحر وغيرها من الملفات التي سوف نعمل عليها بجهد كبير بدعم من الأخوة الموجودين معي اليوم، وأيضا باقي النواب اللي يمثلون المحافظة سوف نعمل على كل هاي الملفات. ونريد أن تكون صفحة جديدة في المحافظة بعيدة عن كل البعد، عن كل الصراعات والمشاكل والتفرق اللي كان سائد في محافظة صلاح الدين. احنا هذه الزيارة ان شاء الله زيارة ميمونة، ونتأمل ان شاء الله ايضا دعم من باقي النواب من ابناء محافظتنا حتى تنطلق المحافظة باتجاه الخدمات والاعمار وحل كل مشاكلها وملفاتها العالقة منذ سنوات. شكرا جزيلا. عفوا فاتني أن أذكر أنا والأخ العبد كان لنا لقاء مع الأخوة في الإطار، وخصوصا الأخ الشيخ فالح الفياض بخصوص عودة النازحين، أقصد العوجة. ستعود العوجة قريبا، سيكون لنا حضور إن شاء الله خلال فترة قريبة أنا والأخ أبو عبد وكذلك نواب محافظة صلاح الدين يسبق ذلك خدمات من قبل المحافظ، راح نعلم إن شاء الله خلال فترة قريبة. هذه بداية إن شاء الله عملنا إضافة للموازنة والخدمات. اليوم حكومة خدمات إن شاء الله. نتمنى للأخ المحافظ اسماعيل الهلوب النجاح، نجاح الجميع. وعلى قاعدة التواصل وتوحيد الرؤى التقى محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل خضير الهلوب الشيخ علي حسين محمد شيخ عشيرة البوصافي من قبيلة خزرج بقضاء الدجيلة والوفد المرافق له. وقدم الوفد جملة مطالب تتعلق بتحسين مستوى الخدمات في قطاعي الماء والكهرباء في ناحية السجلة، وأكد المحافظ أهمية الشراكة بين الحكومة المحلية والوجهاء والمواطنين لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مشددا على تفعيل جهود الدوائر لتحقيق هذا الهدف خارج منظومة الروتين الإداري.
التقى نائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي عضو مجلس النواب العراقية الدكتورة هند محمد صالح لمناقشة الواقع الزراعي في المحافظة والتركيز على مبنى مركز بحوث تكنولوجيا البذور والنقوصات التي تعيق العمل لغرض إعادة تأهيل البناية، وذلك بحضور وفد يمثل المركز. وأكد البلداوي على دعم ومساندة حكومة المحافظة لكافة القطاعات لتطوير وتحسين أدائها لينعكس ذلك بشكل إيجابي. ضبطت القوات الأمنية عجلتين حوضيتين مع سائقيهما داخل محطة وقود تكريت، وبالجرم المشهود إذ تقوم بتحميل مادة الكاز والبنزين دون موافقات رسمية ومعدل المتاجرة بصورة غير مشروعة. وفي ذات السياق تم ضبط موقع مخالف وعجلة نوع تريلا محملة بمادة الغاز دون أوراق رسمية، وعجلتين نوع صهريج مع سائقيهما محملة بمشتقات نفطية مخالفة، مع تصاعد مطالب المواطنين للقضاء على تجارة البحارة لبيع الوقود على أرصفة الطرق والساحات العامة بعد تهريبه بطرق مختلفة من المحطات. أبدى مواطنون انزعاجا كبيرا من استمرار ظاهرة شح الوقود في قضاء الطوز شرقي صلاح الدين، رغم تطمينات حكومية كثيرة نجحت في أقضية أخرى وتعطلت في الطوز لأسباب مختلفة، من بينها ساعات عمل المحطات وكمية التجهيز بعيدا عن هوية الموقع الجغرافي للقضاء بين مختلف محافظات العراق. الزميل كروان زنجنة والتفاصيل. وينكم يا مسؤولين وزارة النفط؟ طوز فورماتو منتجات صلاح الدين، منتجات كركوك، يعني معقولة المحطات الأهلية ساعة 3 الظهر مغلق ماكو بنزين؟ زين، اللي مار منا الطريق العام يربط بين جميع محافظات الجنوب والوسط وبغداد الى اقليم كردستان من بصره الى زافو، اللي يخلص بنزين ايش يسوي هنا؟ المحطات المتنقله تم رفعها ممنوع، المتجول ممنوع البيع، والاهلي ايضا ماكو، والحكومي مع ساعه بالثنتين ثلاثه خلصان وماكو ما يوزعن، حتى اذا الحكومي يكون مفتوح اذا مو من اهل الدوز ما عندك قسيمه ما لك حق تحصل بنزين. زين، اذا واحد خلص بنزين ايش يسوي هنا؟ انا صار لي حاليا من اهل الدوس طبعا صار لي ساعه واقف هنا دا ادور وبنزيني خلصان. هسه خبرت ولد صديقي من مكان راح يطلع من سيارته فت 10 لترات بنزين ويجيب لي اياه. لتكون للمواهب والمبدعين مكانتهم ودعمهم الخاص لمواصلة طريق الرقي والارتقاء بمدنهم ومحافظاتهم، ومن هذا المنطلق ارتأت إدارة ديوان قائم مقامية قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين تكريم كوكبة من الفنانين التشكيليين والموسيقيين وجوانب فنية أخرى ونخبة من أبطال كمال الأجسام ممن حصدوا مراكز متقدمة بمسابقات محلية ودولية. ونالت سما محمد الحاصلة على المركز الثالث في دولة مصر بمسابقة الحسابات الذهنية تكريما برفقة مبدعي القضاء. الزميل عبد الجبار مهدي والتفاصيل. عرفانا منها وتقديرا لجهودهم الكبيرة في نهضة المحافظة فنيا ورياضيا وعلميا وبهدف تطوير الواقع الفني في محافظة صلاح الدين، أقام ديوان قائم مقامية قضاء بلد تكريما لعدد من فنانين المسرح ورياضي كمال الأجسام وأصحاب الإنجاز في مسابقة الحساب الذهني السريع الذي قيم مؤخرا في جمهورية مصر العربية. اليوم كانت عندنا فعالية تكريم المتميزين والمبدعين في قضاء بلد، من ضمن الذي تم تكريمهم فنانين المسرح في القضاء الذي كانت لهم مشاركات متميزة على مستوى القضاء وعلى مستوى المحافظة، وأيضا حتى لديهم هناك مشاركات خارج المحافظة في المحافظات العراقية الأخرى، وأيضا إيمانا من عندنا كحكومة محلية بدور الفن في تعزيز القيم الإنسانية وكذلك معالجة الظواهر السلبية في المجتمع. أيضا من ضمن الذي تم تكريمهم لهذا اليوم لاعبي كمال الأجسام في القضاء، أيضا كانت لديهم مشاركة في محافظة السليمانية وأيضا حققوا مراكز متقدمة في هذه البطولة ومراكز متقدمة في محافظة بغداد في العاصمة بغداد. أيضا من ضمن التكريم اليوم أو الفعاليات التي قمناها هو تكريم الطالبة
سما غازي عبد الأمير التي شاركت في بطولة التي أقيمت في جمهورية مصر العربية بطولة الحساب الذهني. كل هذا عملية التكريم لهذه الفعاليات إذا كانت فناني المسرح والرياضيين والطلبة ما يتعلق بالجانب العلمي هو لنجاحهم أولا، وليكون هذا التكريم دافع في الاستمرار في عملية النجاح والتقدم. الكوادر الفنية والرياضية ثمنوا دور القائمين على تلك البادرة لتحفيزهم والاستمرار في تقديم الأفضل في القادم الأفضل لخدمة العراق وأنشطته الفنية والرياضية والمنافسة مع بقية الدول المتقدمة. أنا والدة الطالبة سما محمد غازي، أحب أقدم الشكر الجزيل للأستاذ حيدر قائم مقام بلد، وذلك لتكريمه للطفلة سما محمد غازي لأن هي شاركت بمسابقة الحساب الذهني السريع الدولية المقامة في شرم الشيخ. أنا الطالبة سما محمد غازي من قضاء بلد صلاح الدين من مدرسة الرغد في سامراء، شاركت في مسابقة الحساب الذهني السريع في مصر التي أقامت في شرم الشيخ، حصلت المركز الثالث على فئة انترميديا 3، شاركت ويانا 19 دولة، حصل المركز الأول العراق، حصل المركز الأول بين كل الدول. نتقدم بالشكر للسيد قائم مقام قضاء بلد السيد حيدر اسماعيل البلداوي لدعمه وتقديره وتقديم كتب الشكر للرياضيين لعبة كمال الأجسام وسترونج مان في قضاء بلد، وقدم أيضا الشكر الجزيل للسيد عمار الشيخ عمار نائب المحافظ الشيخ عمار البلداوي لتقديمه الدعم لهؤلاء الرياضيين وهذه الشريحة المظلومة إعلاميا والمظلومة ماديا في قضاء بلد بعد حصدنا العديد من الجوائز على مستوى القطر، ونتمنى من المحافظة الدعم هذه الرياضة في قضاء بلد. من أجل الارتقاء بالمستوى الفني ولرفع اسم المحافظة عاليا في كافة المحافل الدولية، حكومة بلد المحلية تكرم عدد من الموهوبين من الفنانين والوقوف على احتياجاتهم. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. وفي مبادرة تهدف لتنمية العلاقات بين القطاعين الخاص والعام عبر بطولة المؤسسات لكرة القدم الخماسية التي نظمتها كلية الإمام الأعظم بدعم من شركة آسيا سيل للاتصالات بقضاء سامراء، وأكد القائمون على الفعالية أنها تساعد على اكتشاف المواهب ودعمها لرفد الفرق الشعبية والمنتخبات بالطاقات الرياضية، وأن هذه البطولة ليست الأخيرة بل ستتبعها بطولات بأقضية أخرى من محافظة صلاح الدين. شهدنا هذا اليوم إقامة البطولة المباراة النهائية لبطولة المؤسسات في سامراء والتي أقيمت بتنظيم من كلية الإمام الأعظم الجامعة وبرعاية كريمة من شركة آسيل للاتصالات. حقيقة تم رعاية هذه البطولة من قبل شركتنا شركة آسيل للاتصالات إيمانا منها بتقديم كل أنواع الدعم إلى قطاع الشباب وتقديم كل أنواع المساعدة له لتنمية مهاراته وطاقاته. كذلك أيضا من ضمن أهداف البطولة هي تنمية العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أيضا اعتزازا من شركتنا بمدينة سامراء ووكالتها الحضارية والتاريخية والثقافية والمجتمعية، تم اختيار مدينة سامراء كأول مدينة في محافظة صلاح الدين تقام فيها هذه البطولة. على بركة الله يزدل الستار على المباراة النهائية لبطولة المؤسسات والدوائر الحكومية في سامراء والتي قامتها كلية الإمام الأعظم الجامعة وبرعاية كريمة من شركة آسيا سير للاتصالات. الخطوة هي للتعارف والغاية للتعارف بين دوائر الدولة ومؤسساتها في مدينة سامراء، هذه نواة لبطولات قادمة إن شاء الله ستكون على مستوى المحافظة. باسمكم جميعا وباسم الحاضرين نبارك لشركة أدوية سامراء الفوز بلقب البطولة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. بالتأكيد راح يكون تعاون مشترك بين كلية الإمام الأعظم وبين شركة آسيا سيل لإنجاح جميع الفعاليات الرياضية وليست فقط كرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك وهذا المساء الجميل اختتمت بطولة كرة القدم للمؤسسات الحكومية والشركات والتي تقيمها كلية الإمام الأعظم الجامعة في سامراء وبرعاية شركة آسيا سيل للاتصالات. جاءت هذه البطولة ضمن النشاطات الثقافية والرياضية التي تعنى بها كلية الإمام الأعظم الجامعة، وقد اتسمت هذه البطولة بأن جمعت فرق من المؤسسات الحكومية والشركات بروح رياضية.
وبالذهاب إلى حسابات السياسة وعلاقتها بالمتغيرات الحكومية، فإن خبراء السياسة لا يميلون إلى تصديق روايات حل البرلمان والانتخابات المبكرة وزحف الشارع السياسي، موضحين أنها عناوين ضغط مجتزأة لا علاقة لها بتفاهمات البيوت السياسية على إدارة المرحلة المقبلة، رغم أنها ما زالت على نار هادئة لأسبوعين مقبلين مع خيار الصدر بالتصعيد السياسي لا تحريك الشارع. ويتوقف المحللون والخبراء مطولا أمام سيناريو تسوية متكامل يتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية بتسوية إجبارية بين البارتي واليكتي تحت تأثير ردود أفعال تغريدة زعيم التيار الصدري، لتكتمل الصورة بالتمديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسوية شيعية وضوء أخضر إقليمي ليحقق التيار الصدري ما عجز عنه في البرلمان. وفي الجانب العملي من التحرك، تباشر لجنة السداسية للبيت السياسي الشيعي في اليومين المقبلين مهمة التوافق السياسي على تشكيل الحكومة المقبلة قبل منتصف تموز، حيث ستقود ثلاثة فرق مهمة التفاهم مع السنة والكرد والمستقلين وباقي مكونات المشهد السياسي الجديد، حيث انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب تمهيدا لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد عيد الأضحى مباشرة، وهو ما يؤكده النائب أحمد الأسدي، مضيفا إن الإطار التنسيقي يدعم أي تقارب بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين لإنهاء أزمة رئاسة الجمهورية، فيما قال النائب عن كتلة صادقون رفيق الصالحي أن رؤية الإطار تتمحور حول تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية. وكشف النائب شوان محمد عن مباحثات متواصلة مع الاتحاد الوطني سيتم من خلالها حسم هوية المرشح لرئاسة الجمهورية في الأسبوع المقبل. سجلت وزارة الصحة ارتفاعا جديدا بإصابة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، محذرة من مفاجآت مختلفة مع استمرار تغاضي المواطنين عن الإجراءات الوقائية. وبحسب الموقف الوبائي للوزارة، فلقد بلغت الإصابات الجديدة 2628 إصابة وحالتي وفاة، بينما كانت حصة محافظة صلاح الدين للإصابات الجديدة 27 مقابل دعوات متكررة للتباعد الجسدي وتلقي اللقاح لتفادي العودة إلى مواجهة خطر تفشي الوباء على نطاق واسع بالتزامن مع الظروف المناخية وتقلبات الحرارة وتخلي العراقيين عن خطط الطوارئ من ارتداء الكمامة حتى حضور المناسبات بتجمعات بشرية كبيرة. وفي الملف الأمني، أعلنت قيادة عمليات بغداد الحشد الشعبي تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين ذكرى زيارة الإمام الجواد عليه السلام التي تشهدها مدينة الكاظمية في 30 من الشهر الجاري. وتتضمن الخطة حسب بيان الحشد تأمين طريق الزائرين وتسهيل دخولهم وخروجهم إلى المدينة ونشر المواكب الخدمية وتقديم الدعم اللوجستي وتهيئة ونشر المفارز الطبية على طريق مرور الزوار والمحافظة على انسيابية الطرق وفتحها حسب الكثافة السكانية. وتشير عمليات بغداد إلى إبقاء طريق للزوار وآخر لمرور العجلات لتسهيل انسيابية الحركة لهم، وأن هناك تقديرات تسبق قطع الطرق وفقا لزخم الزيارة والمستجدات الأمنية وقراءات الجهد الاستخباري على الأرض. وأعلنت وزارة الداخلية إحباط الكثير من شبكات تهريب المشتقات النفطية إلى إقليم كردستان، فيما رجحت أن يكون هناك إنهاء لأزمة الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. وكشف المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنة عن نجاح التنسيق الأمني بين قيادات العمليات ونقاط التفتيش في إحباط الكثير من شبكات التهريب، حيث يقوم أصحاب محطات الوقود بخزن بعض الكميات لغرض تسريبها وبيعها في السوق السوداء. وفي السياق، أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على 42 متهما بتهريب الوقود وضبط 474 صهريجا ومصادرتها، إضافة إلى 700 ألف لتر مهرب، فضلا عن إغلاق وتغريم 8 محطات.
بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتكليف جهاز الأمن الوطني لمتابعة أزمة الوقود والمشتقات النفطية ورصد مخالفات خزنها وتوزيعها وتهريبها، تمكنت مفارز جهازنا من اتخاذ جملة من الإجراءات شملت ما يلي: إلقاء القبض على 42 متهماً بالتهريب، مصادرة 447 خزاناً وصهريجاً، ضبط أكثر من 700,000 لتر مهرب، إغلاق وفرض غرامات مالية على 8 محطات مخالفة بالتنسيق مع وزارة النفط. وفي الوقت الذي يؤكد فيه جهازنا الاستمرار بحملته للحد من أزمة الوقود، فإنه يحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقرار المجتمع بالملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين مرة أخرى من السفر إلى العراق، وحثت الوزراء الأمريكيين على عدم السفر إلى العراق وروسيا والمملكة العربية السعودية. وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن العراق وروسيا هما رابع أخطر دولة بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة بسبب وجود الإرهاب والصراع الأهلي في العراق وحرب روسيا على أوكرانيا والهجمات بالصواريخ والطيارات المسيرة على مدن في السعودية. كشف تقرير لموقع الحرس الوطني الأمريكي عن عودة المجموعة الأولى من وحدة الدعم الإقليمية في القوات الخاصة من معسكراتها في العراق والكويت. وذكر التقرير أن الوحدة القتالية كانت تتولى عمليات الدعم والقيادة في القواعد الأمريكية في مناطق قاعدتي عين الأسد وأربيل الجويتين ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي في العراق ومعسكر عريفجان بالكويت. واعترف التقرير أن الوحدة الخاصة قدمت الدعم لآلاف من القوات الأمريكية ونقل أطنان الإمدادات والمواد، كما عملت كحلقة وصل مباشرة بين وزارة الخارجية وقوات التحالف لحماية الدبلوماسيين والعسكريين. فيما قال العقيد تود بيج قائد الوحدة: جهودنا كانت تتركز على تحسين دفاعات القواعد وتقوية تدابير حماية القوة لمواجهة النيران غير المباشرة بالطائرات المسيرة. واعتمادا على الشراكة الجوهرية بين التطور السياسي والأمني والنمو الاقتصادي، أعلنت منظمة أوبك عن امتلاك العراق رابع أكبر احتياطيا نفطيا مؤكدا في العالم. وذكرت المنظمة في تقرير لها أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة عالميا في أكبر احتياطيا مؤكدا في العالم، وبواقع 145 مليار برميل بعد كل من فنزويلا والسعودية وإيران. وأشارت المنظمة إلى أن دول الشرق الأوسط تمتلك أكبر احتياطيا بالعالم وبواقع 870 مليار برميل بفضل احتياطيات كل من السعودية وإيران والعراق والكويت والإمارات، فيما جاءت أمريكا اللاتينية ثانيا وبواقع 330 مليار برميل تقريبا بدعم احتياطات فنزويلا، فيما جاءت إفريقيا ثالثا برصيد 120 مليار برميل باحتياطات كل من ليبيا ونيجيريا. حذر الخبير في الموارد المائية سعد السام من خطورة استهلاك المياه الجوفية الثابتة وغير المتجددة في العراق لصعوبة تعويضها، فيما أشار إلى أن إيران وتركيا صرفتا مليارات الدولارات لقطع المياه عن العراق، حيث سيقومون ببيعه إلى العراق مجددا على شكل خضر وفواكه. وأكد أن إيران وتركيا قطعتا المياه عن العراق كي يبيعوه للعراقيين بعشرة أضعاف سعره كماء على شكل خضر وفواكه ليكون الحل البديل بمقاطعة هذه المنتجات مقابل الحصول على الماء. وأشار إلى أن المياه التي استغلت لأغراض الزراعة وتربية الأسماك تسببت في رفع عمق المياه الجوفية وتملح التربة، ما يستدعي خططا طارئة في الري والبزل وخزن المياه، مع تحريم استخدام المياه الجوفية للري بالرش أو زراعة الشلب وتربية الأسماك، موضحا أن ما يتبخر من مياه في مزارع تربية الأسماك في كربلاء فقط هو 3 ملايين متر مكعب في السنة. أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم تخصيص أكثر من 169 مليار دينار لتعيين ذوي المهن الصحية، إضافة إلى تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، فيما أكدت وزارة التخطيط أن نسبة العاطلين عن العمل تقترب من حوالي 14%،
ما يعني وجود حوالي 6 ملايين عاطل عن العمل في البلاد. وأفرزت أزمة البطالة في العراق العديد من الظواهر التي تؤرق العراقيين في معيشتهم، مما جعل من النادر ألا تجد صبيحة كل يوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة أو ديوان محافظة لعاطلين عن العمل يطالبون بفرصة تعيين في القطاع العام. وذكر الخبير الاقتصادي أحمد خضير أن سياسة التوظيف في القطاع بعيدة عن الحاجة الفعلية، ما تسبب في ترهل وانخفاض إنتاجية هذا القطاع، ثم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. واجهت الدولة صعوبات في توفير متطلباتها المالية بعد أن تحول الملف إلى انتخابي ليدخل على الخط مسلسل القروض المالية لتمشية أمور المواطن بدلا من تحقيق مشاريع إنتاجية خارج صندوق المنح والعطايا. واحدة من الظواهر التي تفشت في المجتمع هي الكتابة على الجدران، إذ باتت واضحة بمعظم أحياء مدن البلاد، والأسباب تتعدد بين قلة وعي وثقافة وغياب عقاب، وربما تجتمع جميعها. تفاصيل أكثر من النجف في تقرير الزميلة براء الموسوي. استفحلت كثيرا ظاهرة الكتابة على الجدران لتصبح وحيدة من الحالة المنتشرة والمنبوذة مجتمعيا، والتي توحي بضعف الوعي وقلة الثقافة، وأكثر من يعاني منها هم أصحاب الاختصاصات التربوية. طبعا حقيقة هذه كانت حالة لكن أصبحت ظاهرة اليوم جميع المدارس العراقية بصورة عامة، توجد كتابات على الجدران من قبل التلاميذ والطلبة، وهذه الظاهرة حقيقة هي تعتمد على تربية الأجيال والمجتمع، لأنه أنا كمدرس حقيقة نعاني من هذه الظاهرة. طبعا احنا بين فترة وفترة انه نقوم في صبغ الجدران، ليش؟ لانه وجود كلمات خادشة للحياة وغير لائقة، يعني ارقام موبايلات، انه ذكريات، عبارات تدل عن الحب والعاطفة. اكيد الكتابة على جدران المدارس وخاصة الخارجية هي اساءة للمدرسة واساءة للمجتمع اللي موجودة بالمدرسة، وهو بالتالي جهل اخلاقي قبل يكون تربوي، يعني مع احترامي للأهالي قبل، هي هاي بالدرجة الأولى المسؤولية تقع على عاتق الأسرة ثم المدرسة والمجتمع اللي موجودة بالمدرسة، يعني أول شيء يسيء إلى جمالية المدرسة ولا أخلاقيات المدرسة من عبارات مسيئة سواء للتلميذات للطالبات إذا كانت مدرسة بنات أو للكوادر التعليمية. وكالكثير من المخالفات التي لا تجد رادعاً، يبقى غياب العقاب أحد أسباب توسعها لتشمل جدران المدارس وباقي المؤسسات والجسور والطرق. هذه الظاهرة التي تحصل بين فترة وأخرى، أحياناً تكون من خارج المؤسسة التربوية وأحياناً تكون من داخل المؤسسة التربوية. من خارج المؤسسة التربوية للأسف الشديد هناك أشخاص يعني يتعمدون أن تكون هناك عبارات على أسيجة المدارس على حد تفكيرهم القاصر أنها تخص بعض من هم داخل المؤسسة التربوية، وهذه ثقافة غير صحيحة، وأكيد هي من الثقافات المنبوذة، وخصوصا عندما تتحدث عن مؤسسة تعليمية، مؤسسة تربوية، مؤسسة ترعى العلم وترعى أبنائنا الطلبة. أما ما يحصل في داخل البناية المدرسية هو أكيدا كتابات من أبنائنا الطلبة على حد أعمارهم وعلى حد تفكيرهم. من أمن العقاب أساء الأدب. نعم، لو يوم أكو ردع قانوني لهيج مجاميع عبثة ما كان شفنا هاي الكتابات. أتمنى أن الجهات المعنية بين تحد من انتشار هيج مجاميع عبثة تخرب الصورة والمظهر العام، سواء كانت هاي الكتابات على مباني خاصة أهلية أو عامة. الحملات التطوعية هي الغطاء الوحيد لهذه الظاهرة، فمتى يكون الوعي هو الستار الذي ينهي رؤية تلك الكتابات؟ سؤال يطرحه المتأسفون من الحالة.
العجز الحكومي في إنهاء ملف النازحين دفع بعدد من شيوخ العشائر للتحرك نحو التكاتف والعمل على إعادة جميع النازحين دون شرط أو قيد، ودرء الفتنة والدعاوى الكيدية التي ولدت الكراهية بين أبناء المحافظة الواحدة. إحنا ندعم أي مبادرة بيها إصلاح ذات البين، بيها تقريب وجهات النظر، بيها ترجع أصالة العشائر العربية الأصيلة، فإحنا ندعمها ونتقبلها بكل رحابة الصدر، وإن شاء الله تروح هاي الغمة عن هذا بلدنا ويرجع العراق، ها العراق الشامخ اللي كل هالعالم تحسب للعراق. هذه الزيارة نحن نتفاعل بها تفاعلا جديا، تفاعلا حقيقيا، حيث إن همنا هذا، وهذا الأمر لطالما شغلنا وهمنا بالحفاظ على لبنة المجتمع العراقي، هذه اللبنة التي طالما تعايشت. فكان طرح الأخوة حول المخيمات طرح فكري، طرح تسامحي، إنجاز هذا الملف والخلاص منه ونسياني. زيارتنا هذه للم الوحدة الوطنية والتعايش مع كل المجتمع العراقي ونشر المحبة والسلام وعادة أخوتنا في المخيمات، كل المخيمات العراقية إن شاء الله، ونتمنى كل شيوخنا وعشائرنا يحذون نفس الحذو هذا ومنظمات المجتمع المدني. استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني القنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرت بلادينيو بمناسبة انتهاء مهام عمله. وفي مستهل اللقاء وجه برزاني شكره للقنصل على عمله في تعزيز العلاقات بين كردستان وأمريكا، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية. هذا وثمن بلادينيو التعاون الحثيث بين حكومة الإقليم وقنصلية بلاده في أربيل. تتابعونا في نشرتنا أيضا. مسرور برزاني يدعو الحكومة الاتحادية للإسراع في تشكيل اللوائين المشتركين، وبرلمان كردستان يصادق على تعديل قانون النفط والغاز، وجامعة صلاح الدين تكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام حرمها من قبل قاتل الأستاذين. وبعد أسبوع من تكليفه، ميقاتي يسلم كابينته الحكومية الجديدة إلى الرئيس عون، وجو بايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري برا وبحرا في كل أنحاء أوروبا، وحديقة حيوانات روما تقدم أطعمة مثلجة للحيوانات لمواجهة الحر. إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللوائين المشتركين بين قوات البشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها والتي تشهد فراغا أمنيا، وذلك للحيلولة دون تكرار الهجمات الصاروخية التي تطال الإقليم بين الحين والآخر، معتبرا أن سد الثغرات في تلك المناطق سيمنع الخارجين عن القانون من تنفيذ هجمات ضد إقليم كردستان. صدق برلمان كردستان بأصوات 79 برلمانيا على تعديل قانون النفط والغاز في الإقليم، كما وصوت أيضا على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية وإصلاح البيئة في كردستان العراق رقم 8 لعام 2008. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في وقت سابق قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم. ومن جانبه اعتبر رئيس الإقليم نيجر فان بارزاني بأن القرار غير دستوري ولا يمكن القبول به. أعلن رئيس جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل كاميران يونس محمد أمين أن المتهم بقتل الأستاذين الجامعيين
اقتحم الحرم الجامعي من خلال القفز من على الجدار الخلفي إلى داخل المبنى، مؤكدا دعوته إلى رئيس حكومة الإقليم ووزارة الداخلية بحفظ أرواح الأساتذة الجامعيين ومنع حمل السلاح خير المرخص في مناطق ومدن الإقليم كافة. فيما حضر رئيس إقليم كردستان نجر فان برزاني مجلس عزاء الأستاذين في جامعة صلاح الدين، مقدما التعازي لأسرهما وللأسرة التعليمية في الجامعة وكردستان. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي تسليم رئيس البلاد ميشيل عون تشكيلته الوزارية الجديدة بعد نحو أسبوع من تكليفه. وكشف مصدر سياسي لبناني أن ميقاتي قدم تشكيلة حكومية من 24 وزيرا، وأن الرئيس اللبناني يعمل على دراستها وسيرد في الوقت المناسب. وكان عون قد كلف الخميس الماضي ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان. وجدت أن الخيارات ضيقة جدا، وأن الوقت كمان مهم جدا. على ضوء ذلك جوجلت الأفكار التي طرحت خلال الاستشارات، وزرت فخامة الرئيس، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس هالصباح، وسلمت تشكيل الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف بالذات. تعلمون وأعلم كم الوقت هو مهم، فطلب فخامة الرئيس أن يدرسها ويعودوا إلي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الصحفيين أن الوجود العسكري الأمريكي في كل أنحاء أوروبا سيزداد برا وبحرا، مؤكدا أن هدف واشنطن اليوم هو تقديم المفهوم الجديد لحلف الشمال الأطلسي والعمل على تغيير حجم القوات العسكرية في أوروبا نظرا لما أسماه التحديات الراهنة، داعيا الناتو ليكون جاهزا لمواجهتها. واعتبر بايدن أن هذه الإجراءات تأتي ردا على سياسات موسكو الحالية في المنطقة. تقدم حديقة حيوانات روما الفواكه والأسماك واللحوم المثلجة لحيواناتها لمساعدتها على مواجهة موجة الحر التي تضرب غرب أوروبا منذ الأسبوع الماضي. وذكر ياتزاك يديد المقيم على منتزه بيو باركو في روما أننا كبشر نرطب أنفسنا عندما نحظى ببعض المثلجات لمواجهة الأجواء الحارة، والأمر ذاته مع الحيوانات إذ أنه يعطي إحساسا منعشا يدوم بضع دقائق، كما أنه يساعد على كسر الرتابة من تناول الغذاء المتكرر لها. ويرصد مقطع الفيديو عددا من الحيوانات وهي تأكل وجبات متنوعة من المثلجات. في الختام تذكر بأبرز العناوين. الجبور والسام الرأي يطمئنان محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلو بشراكة واسعة في ملفات الخدمات والإعمار وعودة النازحين. البيت السياسي الشيعي يعجل مشاورات تشكيل حكومة التوافق السياسي بعد العيد، والصدر يرمي كرة رئاسة الجمهورية خارج ملعب برهم صالح. ارتفاع جديد بإصابات كورونا، والكاظمية تحيي زيارة الجواد الخميس، وتطمينات بالسيطرة على أزمة الوقود خلال أيام بعد غلق منافذ التهريب. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق، والكشف عن مشروع تركي إيراني لتحويل حصص العراق المائية إلى فواكه وخضروات. نهاية نشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.